إعادة فتح الحدود الأردنية السورية عبر جمرك الرمثة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية واستحداث مشاريع تنموية هي أهم مطالب أهالي لواء الرمثة. يعاني لواء الرمثة في السنوات الأخيرة من أزمات كثيرة كارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات وسط اعتراف حكومي بأنها منطقة منكوبة، لذا كانت إعادة فتح الحدود الأردنية السورية عبر جمرك الرمثة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية واستحداث مشاريع تنموية في اللواء أبرز المطالب التي عرضت أمام رئيس الديوان الملكي خلال زيارته الأخيرة إلى اللواء. يعني جاءت زيارة معالي رئيس الديوان مشكورة لمدينة الرمثة لتلمس واحتياجات لواء الرمثة والوقوف على أبرز احتياجات لواء، حيث طالب رئيس بلدية الرمثة ورئيس بلدية سهل حوران بمطالب تخص يعني مدينة الرمثة وبلدية سهل حوران بما يتوافق مع التنمية، بما يتوافق مع المشاريع الخدمية. في بعض المشاريع يعني لابد انها تصير، لانه للامان اليوم في عندنا حاجه ماسه لهي المشاريع، هاي المشاريع منها المشاريع اللي ممكن تنعكس على الناس وتنعكس على المواطنين بشكل عام. من خلال زياره معالي يوسف العساوي رئيس الديوان العامر والوزراء المعنيين تم مطالبه المطالب الخدمية، كون أبناء الرمثة تضرر خلال 10 سنوات السابقة بالإغلاقات مراكز حدودية، وتعتمد أبناء الرمثة الأغلبية على قطاع الخدمات التخليص والنقل وما يسمى بالبحارة، فهناك معيقات تحديات بتواجه تلك القطاعات خلال السنوات الماضية، وهناك تعطل كبير، وهناك تشديد بالإجراءات على البحارة في مركز جمرك جابر، وهناك بعض الإجراءات يجب أن تعدل وأن تخفف عليهم ليتمكنوا من يعني الاستمرار في المعيشة لديهم، كون أغلقت سنوات كثيرة وكان هناك انتظار. الواقع الخدمي والعمل البلدي في الرمثة ليس بأفضل أحواله، وأبرز التحديات التي تواجه بلديتي الرمثة وسهل حورانة كان لها نصيب من النقاش كذلك. خلال زيارة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر السيد يوسف العساوي تم عدة حاجيات، طرح عدة حاجيات، ومنها الحاجية الأولى اللي هو فتح شارع 40 وشارع 20 وتعبيده. أيضا تم طلب دعم مشاريع تنموية اللي من خلالها إن شاء الله سيتم فتح فرص عمل. طبعا احنا عندنا مطالب عديدة، لكن يعني اختصرناها جملة من المطالب، وهي بدنا اللي هو أول شيء زيادة الكادر أو الآليات وتجديدها، لأنها عندنا آليات يعني قديمة. ثانيا طلبنا إنارة بعض الشوارع اللي هي الخارجية اللي متصل بين مثلا عمراوة والطرة والشجرة وطريق الوادي، كمان طلبنا بإنارته. أمال وتطلعات يعقدها أبناء اللواء ومسؤولوه على الزيارة علها تسهم في تحقيق بعض المطالب في قادم الأيام. من مدينة الرمثاء مؤمن رمضان، رؤيا